إذن مشاهدينا الكرام، أحب أن أكون مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. طبعا كما قلت في الجزء قبل قليل أنه نعود نناقش في هذا الجزء الثاني مسألة ضبط الواردات في الجزائر. لما نتكلم عن ضبط الواردات بمعنى أنه شحال تستورد أنت في الجزائر، هل الدراهم اللي تربحهم من تصدير الغاز والبترول وتصدير بعض الأمور راح تأكلهم كامل في 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 استيراد بعض الكماليات، بعض التي لا أمور لا نحتاجها، بعض ما ننتج في الجزائر وغيره، ثم تروح تطلب من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أن يسلف لك دراهم ويولي يحكم لنا من اليد ويولي يتحكم في السيادة تاعك. أستاذ هواري، وش رأيك في الكلام اللي قلته أنا؟ هل صحيح غير صحيح؟ نعم، موضوع شائك، ولكن السيد الوزير الأول يأكد النقطة أهمية، هي طبعا إشكالية المنظومة الإحصائية. ما نعرفوش وش عندنا، وش اللي علينا. ما نعرفوش وش ننتج وش ما ننتج. صحيح، ما عندناش منظومة رقمية حقيقية. اللي اليوم أنا فرحانين لما درنا المنصة الرقمية بالنسبة للمستثمر، بالنسبة للعقار الاقتصادي، بالنسبة لكثير من الأمور. لماذا ما تكونش عندنا منظومة رقمية إحصائية بالنسبة لكل المنتجات نتاعنا اليوم؟ حتى بالإنتاج الفلاحي عندنا شك في الجانب هذا. ما تقول لي أنت البطاطا عندنا بزاف، نقول لك أنا لا، لأنه وشايف أن البطاطا كاينة في السوق، لكن نقول لك لا، لأنه ما عنديش منظومة يقين اللي هي المنظومة الإحصائية بمنظومة رقمية تعطينا كل الإنتاج. وهذه أستاذ واري كان الجمهورية ركز عليها كثيرا وتكلم عليها في يوم من الأيام، حتى قال أنه ذكر عدد رؤوس الماشية والأغنام اللي عندنا في الجزائر. قال الناس تتحدث على رقم ما كاش منه هذا الرقم، هذا هو الرقم الحقيقي. ها مشكلة، لأنه أنا اختصاصي في الإحصاء، لما تكون عندك بيانات ومنظومة إحصائية تاريخية يمكن أنه تبني التنبؤ. لأنه ما بالمنظومة الإدارية أو المنظومة العلمية تبني تنبؤ، ومن بعد يمكن صاحب القرار يتخذ القرار حسب هذه المعطيات وحسب الدراسات وحسب التنبؤ. لكن لما عندكش معطيات تاريخية بالنسبة لهذا الإنتاج وبالنسبة للإستثمار وبالنسبة لي اليوم سؤالين طرحوه. أما هي عدد المؤسسات في الجزائر، ولو حد يعرف عدد المؤسسات اللي مفروض عندك سجل تجاري، لما تجيب سجل تجاري وتشوف المداخل الضريبية تعرف شكون المؤسس بالقطاعات بالتخصصات بكذا، هذه كلها مهمة جدا. لأنه مثلا إنه صعب نحكو على إشكالية الواردات وضبط الواردات. والحمد لله إنه وصلنا إلى عملية تصدير بالنسبة للمنتجات. خلينا نقول لك إنه ضروري نحط لخارج المحروقات، تقصد لا خارج المحروقات، خارج المحروقات وصلنا إلى مستوى مهم جدا. ونقول لك أنه كل تقريبا أغلبية المنتجين عندهم قوة تصديرية، ولكن يجب طبعا وضع هذا لكل واربر، معناتها أنه نوضع لهم مساحة رواق أخضر مثل ما درنا رواقات طبعا في كثير من الحالات. اليوم حتى بالعقار الفلاحي مهم جدا، نشكر طبعا سيد وزير الفلاحة لدار طبعا الرواق الأخضر بالنسبة للمنتجين الكبار. لأنه لما يجيك مستثمر أجنبي يقول له ادخل في البلاتفورم وسجل واستنى يعطيك الوالي الموافقه، لا لما يجيك مستثمر عندك استراتيجيه وطنيه بالنسبه للانتاج الفلاحي وجاك مستثمر وسيد رئيس الجمهوريه من خلال ما تكون عنده معامله تفضيليه. معامله لازم تكون معامله تفضيليه فيما يخص المصدر. هذا اشكاليه. انه قضيه الاستيراد لازم نعرف الانتاج، لازم تعرف ما نوعيه، لانه هناك بعض المنتجات لما نشوف الرسم الإضافي المؤقت الوقائي اللي هو الدابس، هناك تقريبا أرقام خيالية بالنسبة لنوعية المنتجات اللي مفروض حتى بالنسبة له القانون يمشي بطريقة خاطئة. لأنه في القانون كان سطر في الأخير المراسيم يقول وجب في كل تعديل قائمة المصادقة أو الموافقة أو النظر في لجنة المالية. ولكن إلى يومنا هذا منذ صدور هذا القانون، ما دام أنت تطبق النصوص القانونية عليه بحذافيره، ولاش ما تطبقش الفصل الأخير اللي مرتبط بالمراقبة؟
هنا كاين سلطه شرعيه وكاين سلطه قانونيه. كيفاش نعطي السلطه الشرعيه الحق في المراقبه؟ واش تقصد المراقبه؟ كيف المراقبه؟ معنا نعطيك مثال. هذه الماده جات على اساس حمايه الانتاج الوطني، وانا معها. حمايه الانتاج الوطني من خلال عدم استيراد بعض المنتجات اللي تنتج في الجزائر، هذا هو الهدف. هذا هو تعريفها. لما تقول لي انت يا الموز وتفرض عليه 100%، نقول لك ماهوش منتج وطني، انتاج ضعيف جدا يعني. ما عندناش 0.01 ما كاش. نعم. عندنا تجربه في جيجل ولا مش عارف المديه كذا، تجارب تغطيه، معناتها هناك الحاجيات الوطنيه يجب ان تكون اكثر شفافيه فيما يخص المنتوج. لازم المنتوجات اليوم ما يعرفوهاش الناس كامل، يجب ان تكون اكثر شفافيه بالمعالج، لانه كنت تحط لي المنتوج هذا، لانه كاين اشكاليه في بعض المنتجات فرضنا لها رسم كبير، وهذه المنتوجات لم ترتقي لمستوى تغطيه الطلب الوطني. انت فرضت عليه عمليه احتكاريه. انت قلت له نعطيك لو مارشي تاع الزيرقا ودير رايك، بيع البري اللي تحب، هذا المنتوج ما يدخلش، نمنعه. خلينا نقول لك من يقرر فيما يخص هذه السياسات، لانه علاش في كثير من السياسات قلنا كاين هيئات شرعيه مهمه جدا. نعم. هدفها هو مراقبه ومتابعه الحكومه، وعن الحكومه مش وحدها، لازم لها يراقبها سيد رئيس الجمهوريه، اسس من خلال القانون البرلمان يراقب العمليه. باش تكون طبعا المراقبه لازم تكون منظومه اعلاميه، منظومه معلوماتيه مهمه جدا، وتكون عندك منظومه احصائيه، وتكون انه تطبق القوانين بحذافيرها. ما ديرليش القانون، انا درت القانون، خليني نقول لك ما دام انت ما طبقتش جزء من القانون، نقول لك بلي هذه كل المواد غير قانونيه. صحيح. غير دستوريه، لانه لم تنفذ كل القوانين، وبالتالي انه يجب اعاده النظر خاصه في هذه القائمه. ولانه علاش هذه القائمه كاين الرسم من بين 30% الى غايه 200%. خليني نقول لك بالروائح والنوعيه الكبيره هل احنا انتاج وطني؟ وعلاش تفرض عليها رسوم معينه 200%؟ لانه الهدف من الرسم هذا حمايه للانتاج الوطني. ولكن الانتاج الوطني ماهوش حاجه كبيره. نعم. لما ما يكونش عندك انتاج وطني ما نفرش رسم. هنا لما نفرض الرسم في هذا الانتاج نعطي احتكار لبعض المنتوجات التي لم ترتقوا. هنا مهم جدا نحكوا على اشكاليه التصدير. اذا لم يكن المنتوج تاعي منافس في الأسواق العالمية، لأنه أنا حميته، وشحال تعيط حميته. ولكن كاين تجارب أخرى. تغيير الاستراتيجية، مانيش نقول أنه نعم مع حماية الإنتاج الوطني، ولكن بتغيير الاستراتيجية. مثلا كاين إشكالية الرخص. معليش ناخذوا أستاذ قبل من الرخص. حتى قضية الرخص على أساس كانت تمد الرخص في المراحل السابقة. ما عندناش منظومة إحصائية باش تعطي الرخص هذه كله. روح جيب وانت ما تروحش تجيب. نعم لازم تكون عندك منظومه احصائيه. نعم اكيد. هنا يجب انه التجاره حره في الجزائر، بمعنى انه يجب حقك انك تستورد. الاستعانه بالخبراء بمراكز البحث ولطلب الامر، حتى بالنسبه للجامعات العريقه مهم. نعم. جدا انه في بعض الحالات انه نغلق على كثير من الفكر والقوانين ونمشيها بمنظومه اداريه. نظن اداره نعرف الإدارة بيروقراطية متكاملة وعلاقتها بالواقع في بعض الأحيان تكون بعيدة شوية. ولكن كاينة تجربة أستاذ، مش عارف إذا كان يمكن البناء عليها، تجربة مهمة. نعطيك مثال الثوم مثلا في الجزائر قبل سنوات، ربما قبل 10 سنوات ولا قضية الدعم. مش قضية الدعم، أنه في يوم من الأيام كانت تباع في الجزائر الحق حتى 120,000 140,000 الكيلو يعني، وما كانش ما عندناش إنتاج وطني. صح. الآن الثوم في الجزائر، أنا مثلا نشري ثوم تاع الجزائر وما كانش استيراد. هل برأيك لازم المنتج الجزائري كذلك ينبغي أن ينخرط في هذا المجال؟ أنا نحميك، أنا كدولة نحميك، نمنع الاستيراد على هذا المدى، ولكن أنت كذلك تكون في مستوى هذا التضحيات تاع الشعب، لانه انت تمنعني انا نستهلك ماده خير نتاعك في لومبالاج في, 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 في المكونات صغير وفي لوغو في كلش. علاش قلت لك انا قضيه الرخص؟ فقط عندك رخصه، شفت الانتاج، لما تكون عندك منظومه احصائيه رقميه متكامله، قال الانتاج انا عندي العام هذا كذا، من منش الرخص. العام اللي بعده عندي اشكاليه فيما يخص نفس المنتوج،
نسمح لك هذه السنة تجيب أصحاب اللي يحبوا يمبورتي وثوم العام هذا مسموح وهكذا دوليك، معناتها أنه حتى يمكن خلق هذا الإنتاج واللي كان استمرار فيما يخص الإنتاج. حاجة واحدة أخرى، هناك دعم بالنسبة لكثير من المنتجات الأساسية. نعم. اليوم بالنسبة للحبوب، بالنسبة للقمح، بالنسبة لكذا، شفنا أنه خلقت هذه الألية، هذه الألية قلية الدعم خلقت استثمار وإنتاج حقيقي. اليوم وصلنا إلى مستوى 90% بالنسبة للحبوب، طبعا القمح اللي صلب، وأنا أقول لك أنه من العام الجاي نوصل 100%. أنا لما شفت التجربة اللي موجودة في الجزائر، رغم أنه العراقيل البيروقراطية الحمد لله أنه بدينا نرتقي لقضية المنصات والحلول الرقمية باش نخلق شفافية، باش نخلق أكثر شفافية، ولكن ضروري أنه نفكر في حلول منطقية ومعقولة ومقبولة للمجتمع. لأنه علاش حتى بالنسبة لي لازم نطور في كثير من المواد. اليوم نهضر على مناخ الاستثمار بصفة عامة، يجب طبعا تحسين كل هذا المناخ طبعا، لأنه علاش نعطيك مثال محمد، أنا مرة منتج مصدر، منتج ومصدر في الجزائر يقول لي أنا عندي إنتاج، خاصة هو في منطقة بسكرة منيعة قريب المناطق هذيك، قال لي تقريبا عندي طلب كثير على المنتج تاعنا في دول الخليج إفريقيا وحتى أوروبا، قال لي نحتاج إلى 6 طائرات أسبوعيا باش نورد المنتجات نتاعي. قال لي أنا درت لي ديمارش، قال لي درت طلب إلى الوزارة المعنية، قال لي لليوم واحد ما رجع لي، قال لي كما تقولوا أنتم ماشي شربة من فلان من بلاصة فلانية يوصل باريس على 4 الصباح، قال لي نوصلون على 3 الصباح، قال لي دومونديت طائرة بالحجم هذاك باش نورد هذه المنتجات. معناتها يعني انه لازم الحشيش المعدنوس النعناع، نعم نعم نعم، هذه كلها تقدر توصل لباريس اسبانيا ايطاليا، تقدر توصل. إشكالية التصدير مرتبطة باللوجيستيك. نعم باللوجيستيك هذاك. نعم. مرتبطة باللوجيستيك ومرتبطة بهذه الاتفاقيات ومرتبطة بمدى وفائك بالاتفاقية. انا درت مع اتفاقية اليوم جبت لي حشيش، الى غدوه ما تجيش حش ما نحتاجكش نبدل. نعم تهنا الاستمرار والاستقرار طبعا في هذه في هذا الوفاء بالنسبه لتوفير هذه المنتجات. نظن انه ينبغي كذلك، لانه سيد الجمهوريه في كثير من الحالات خذ قرار لا يمكن تصدير المنتجات المدعمه واللي تحتاج الى الطلب الوطني طبعاً. والحمد لله انا مؤخرا تم افراج كثير من المنتجات، ولكن التوجه خاصة بالنسبة لجنوب جنوب، كيف يمكن دعم إفريقيا في المنتجات الوطنية من خلال الاتفاقيات ومن خلال هذه مهمة جدا طبعا. ولكن لما نتكلم على المجلس الأعلى لضبط الواردات أستاذ هواري ونشوف الميزان التجاري في الجزائر، يعني هل برأيك بحكم الميزان التجاري في الجزائر يعني الحكومة لازم كما يقولوا تتلق شوية، أم أنه الإبقاء على السياسة الحالية؟ يعني شوف محمد، هو نعطيك مثال، مرة جزائري يدرس في كندا أو أمريكا نظن، حكي لي هو قال لي سألني سؤال الأستاذ، قال لهم أكبر مستورد هو الأكبر مصدر. قال لك يا شيخ عيب تقول الكلام هذا، احنا منظومة عندنا تمشي بطريقة مغايرة. قالوا منين أنت؟ قالوا أنت من الجزائر. قالوا من الجزائر أنا. قالوا لا، لازم تعاودوا إعادة النظر فيما يخص هذه المنظومة. يعني المادة اللي تستوردها تقدر تصدرها. لأنه أنا يا في كثير من حالات المنتجات ومدخلات الإنتاج مثلا 10% اللي نجيبها هي اللي تقوي الإنتاج تاعي. نعم. مادام أنه نشري 10% فقط ونصدر 100% تقريبا 10 مرات القيمة تاعها، معناتها كيف يمكن توجيه الاستيراد فقط؟ لازم تكون عندنا خريطة وطنية بالنسبة لي. العملية هذه في الجزائر تقريبا غير موجودة، يعني انك القليل معناتها الاستراتيجية الوطنية تكون مبنية. الكهرومنزلية مثلا اللي صح نستوردها وتصدر بعد التركيب هنا في الجزائر، ولكن كاين منتجات اخرى تصدر وتباع. ولكن خليني نقول لك انه في بعض الحالات انه ما كانش ضغط على المستورد. انا عندي مصنع وشفته كثير من مصنع كابل عادي يبقى بالك 10 سنوات يستورد في الكابل العادي،
هنا لما نشوف طبعا دور شركات المناولة يجب طبعا وضع دفتر شروط بالنسبة لهذه المؤسسات. قال هذا المنتوج تكون دراسة تقنية لنوعية المنتجات. قال المنتوج هذا نعطيك سنتين تبدأ تنتج فيه. هنا في الجزائر هذا المنتوج نعطيك 3 سنوات هذا المنتوج نعطيك 6 شهور تبدأ صنعه في الجزائر، مش انت تصدر. لا شوف، انا لما تقول لي هذا المنتوج حاب نصنعه في الجزائر وتعطيه، خاصة الكفاءات موجودة في الجزائر، هم نقدر نقول لك حاجة، الشباب تونا طايرين وعندنا تجربة في مجال الدواء مثلا. ما انت انا ما انت شركات المناولة هذا دورها دورها باش تتعامل معك، وطبعا تصبح غالية لان وفرت لك هذاك الكابل، تستعمل بلك 1000 كابل في يوميا، الكابل هذاك تاعو السعر تاعو بلك سوى 10,000، ما انت دخلت تقريبا 10 ملايين في اليوم. نعم. ولا حتى سوى المليون، سوى 1000، دخل تقريبا 1,000,000 في اليوم. نظن انه بالنسبه لشاب حيخلق هذه الحركيه وهذه الديناميكيه، وتخلق علاش قلت لك انها مرتبطه بدفتر الشروط بالنسبه لي، ولكن لازم تكون مراقبه ومتابعه. سؤالي نطرحه لك محمد، تفضل. هذه المؤسسات اللي موجوده في الجزائر سواء الاستثماريه وحتى بالنسبه لمؤسسات كبرى، من يراقبها؟ أنا لحد الآن كاقتصادي نشوف شو مراقبة بالنسبة لوزارة العمل، مراقبة تقنية فيما يخص، ولكن المراقبة التقنية ضعيفة في الجانب هذا. يجب نفكر في حلول واحدة أخرى، أنه نخلق مجالس، نخلق مؤسسات، نخلق حركية لمتابعة ومراقبة هذه الإنجازات اللي عندي. فما أنت مرتبطة بدفتر شروط اللي نحكو عليه، وأنه المواد الأساسية اللي تدخل في العملية الإنتاجية ممكن تكون قوة، تكون قوة اقتصادية اليوم. أنه كل المؤسسات سواء بالنسبة لي في أمريكا، أمريكا رغم الصراع اللي موجود ولكن تعتمد على منتجات أسيوية وصينية. نعم. هل تقصد أستاذ هواري أنه يعني إطلاق عملية الاستيراد هذه راح تعاود تطيحنا في نفس الوضعية اللي كنا فيها من قبل، وهو أنه نصبح يعني شعب فنيان يستورد ويستهلك؟ لا، هي ليش الخوف هذا موجود؟ سيد الوزير الأول ربطها بتفعيل المنظومة الرقمية والإحصائية، لأنه أنا نشكر خاصة بالنسبة لسيد وزيرة الرقمنة اللي مؤخرا عالجت مشكل كبير، لأنه خذيت طبعا الناتج الوطني، كان إشكال في الناتج الوطني، كنا نعتمد على معطيات أو سنة الأساس تقريبا 89، ما عندناش حتى المنظومة الإحصائية في مخصوص الناتج الوطني سفو. نعم. ارتقت إلى تحسين هذا العمل، وراهي راحة يعني من 2001 2000 وإن شاء الله 2011 ونشوف، لأنه على تشوف الجزائر ومن بعد تقول لي 200 مليار نقول لك نعم، نقول لك احنا إمكانياتنا اللي موجودة في الجزائر ماشي 200 مليار أكبر، كبيرة. نعم. كبيرة بزاف، ولكن لعناش ما عندناش منظومة إحصائية رقمية حقيقية اللي حتى بالنسبة لتحيين طبعا تحيين هذه المواد اللي على أساسها تحسب هذه المعدلات وهذه المؤشرات. اليوم حتى المؤشرات الاقتصادية نتاعنا سفو. أنا نقول لك بعض المراكز الإحصائية اللي موجودة تعتمد على سلة المنتجات تقريبا عندها 20 سنة. أنا 20 سنة أنا كل شو شلكت اليوم. نعم. ما عنديش نمط استهلاك اليوم. هذه تحتاج إلى تحيين. معذرة أستاذ هواري، أشكرك جزيل الشكر على حديث معك، خاصة الوقت في مجال هذا تاع طابلو دبور، قضية الإحصائيات والتحيين الأرقام. أشكرك مجددا أستاذنا الكريم حديث معك. نعم، وأنا كذلك تمتع كثيرا معك. مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة، ألقاكم غدا إن شاء الله نفس المكان نفس التوقيت. إلى ذلك نحن نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.